رجعت إلى سيرة العظماء والرجال، فلم أجد في الرجال في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أعظم من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذا الرجل الذي لم تعرف له الأمة حق فضله، ولم تعرف له مكانته الحقيقية، ولا أعطته ما يستحق من احترام، بل إن الذي يحسب له أن فريقا من هذه الأمة اتخذ منه العدو الأكبر. ولماذا اتخذه عدوا؟ لا لشيء إلا لسوء فهم يقع لبعض المواقف في بعض الأحيان، يقع لبعض الرجال في بعض المواقف في بعض الأحيان. أبو بكر الصديق رضي الله عنه شمائله كثيرة والكلام عنه يطول، لكني في هذه الخطبة أحببت أن أتحدث عن خطبة توليته. الناس يتحدثون الآن في شرق البلاد الإسلامية وغربها عن الحكومات، ويتحدثون عن الحاكمين، ويتحدثون عن البرامج الحكومية، ويتحدثون عن تطبيق الشريعة وعن الإسلام وغير الإسلام. ما وجدت أفضل من خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، خطبة كانت من الإيجاز بحيث يستطيع الجميع أن يحفظها، لكنها في العمق ومن حيث المضامين التي اشتملت عليها ومن حيث الدلالات القوية التي تشير إليها تستحق أن تكون شعاراً يقوله رئيس كل حكومة، لكن ليس فقط بالقول والكلام، وإنما تستحق أن تكون شعاراً يأخذ به رئيس كل حكومة، ويأخذ به رئيس كل إدارة، ووزير كل وزارة، ومسؤول كل مسؤولية. وقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مع أننا نعلم جميعاً أنه كان أزهد الناس في الأضواء، ما كان أبو بكر رضي الله عنه يحب أن يكون في العلن أمام الناس، ما كان يحب أن ينال شهرة. إذا كان الناس يبحثون عن المناصب من أجل المال، فلما يبحث عنه أبو بكر وقد كان من أغنياء الصحابة، كان له من الثراء ومن المال ومن الجاه ومن النسب ما يغنيه عن كل مسائل الناس وعن كل دنيا الناس. كان رضي الله عنه ذا ثروة طائلة، وكان يعطي العطاء الأوفر، حتى قيل إن قول الله عز وجل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، قيل إنها نزلت في أبي بكر الصديق، وبالتأكيد نزل فيه قول الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، لأن القصة لها علاقة بابنته الطاهرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فهو الذي سماه الله صاحب الفضل، وسماه الله تعالى صاحب السعة، أي صاحب الثروة والمال والثراء. ولذلك بأن هذه الأمور لا توسل إلى من يطلبها.
فما كان يطمح إلى رئاسة ولا كان يطمح إلى أدوار، بل إنه رضي الله عنه هو الذي اعتنق الإسلام من أول من اعتنق الإسلام، أو مع أوائل، بل قيل إنه أول من اعتنق الإسلام من الرجال رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي رافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وهو الذي جهز الهجرة من ماله الخاص أنفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الدعوة الإسلامية في مكة، هو الذي كان من الثراء بحيث أعتق أعبدا وإماما، أعتق عبيدا كثيرين من بينهم بلال وعامر بن فهيرة وغيرهم، غيرهما من الرجال والنساء، حررهم بماله الخاص. هل رجل يقضي 50 سنة من عمره أو 60؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما توفي كان أبو بكر رضي الله عنه قد بلغ 60 من عمره. هل يطمح الإنسان في الاستوزار كما يقال بين قوسين، أو في المسؤولية بعدما بلغت الشمس رؤوس النخيل كما يقال؟ هل يطمح الإنسان في سياسة وقد دنا أجله ووصل إلى 60 من العمر؟ يطمح إلى الرئاسة وهو الذي قضى زهرة شبابه منذ أن اعتنق الإسلام وكان سنه في أواخر الثلاثينات، قضى هذه السنين كلها في العذابات وفي المشاكل وفي الكلام الذي كان يأتيه من الأعداء، لأنه آمن بالدعوة الإسلامية واعتنق هذا الإسلام وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يطمح وهو في 60 إلى السياسة؟ لذلك بعض الشباب، أنا أعرف أن بعض الشباب له اقتراب وله علاقة بالقنوات الشيعية ويسمع كلاما من هنا وهناك، يجب أن تستخدم عقلك وأن لا تسمع الكلام هكذا وتأخذه على عواهنه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما طمح إلى رئاسة ولا طمح إلى خلافة ولا طمح إلى خلافة أبدا رضي الله عنه وأرضاه، لكنه عندما وجد الخطر يهدد الأمة التي آمن بها ويخطط الدعوة التي أنفق عليها من حر ماله ويهدد الإسلام الذي حمله حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات صاحبه عليه الصلاة والسلام، لم يجد بدا من أن يقتحم العقبة ولم يجد بدا من أن ينطلق كالسهم من أجل أن يرجع الحق إلى نصابه ومن أجل أن يعيد الحق إلى مكانه. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد الناس أنفسهم في مصاب جلد لا يعرفون ما يقدمون ولا ما يؤخرون، حتى إن عمر رضي الله عنه كان يقول من قال إن رسول الله قد مات قطع قلوبه، أي ما استوعب الناس تلك اللحظة ووقعت بلبلة في المجتمع. تصوروا أن يموت عظيم الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر والصحابة الكبار وأهل البيت شغلوا بالفاجعة العظمى، ولا شك أن المتربصين بالأمة كانوا يشتغلون أيضا، لا شك أن أعداء الأمة استغلوها فرصة سانحة من أجل بث البلبلة والفتنة والفرقة داخل الأمة، فإذا بالطائفية تكاد تبذر بعد أن قضى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع الأنصار من جهة واجتمع المهاجرون. نحن نسير هذه الأوضاع منذ أن نزل القرآن الكريم بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقبله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. قيل نزلت في شأس بن قيس اليهودي الذي خرج ووجد مهاجرين وأنصارا موحدين مؤتلفين، فأخذ ينشر بينهم الطائفية والقبلية والعصبية القديمة، فنسي الناس هذا الأمر، لكنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع هؤلاء وذهب الأنصار في جهة، بل إنهم حددوا من سيكون الخليفة دون مشاورة الطائفة الكبرى التي هي طائفة المهاجرين الأوائل،
سمع أبو بكر بالأمر، وسمع عمر، وسمع كل الصحابة بهذا الذي يقع، فخشوا أن يصل الأمر إلى نشوء بلبلة وفتنة في الأمة. فذهب كبار الصحابة رضوان الله عليهم إلى هذا الاجتماع الذي كان في اجتماع السقيفة كما هو معروف. لا يهمنا الآن الأحداث التاريخية بقدر ما يهمنا المواقف. وقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وليعطي الدليل على أنه لا يطمح في رئاسة ولا يطمح في وزارة ولا في مسؤولية. وقف رضي الله عنه ومدح الأنصار مدحا شديدا، تعلم قال لهم تعلمون أن كل خير في الإسلام أن تحادوا، قال لهم كلاما طيبا طيبا طيب به خواطره. ولكنه أخذ بيد عمر رضي الله عنه كان عن يمينه، وبيد أبي عبيدة بن الجراح عن يساره، وقال لهم اختاروا أحد هذين الرجلين، اختاروا أنا مرشح لكم هذين الرجلين، سيدنا عمر وسيدنا عبيد أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما معه. وكأنه أراد أن يخرج نفسه من الترشيح، لا يريد أن يرشح نفسه أصلا، لكن عمر رضي الله عنه وأبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أيضا أطرقا، وعلم أن أبا بكر رضي الله عنه هو الأولى بالخلافة وهو الأولى بالرئاسة وهو الرجل الذي يصلح في تلك المرحلة بالذات. لأن الأمة أحيانا أيها الإخوة تمر بمراحل عصيبة تحتاج إلى رجال، وصار في الأمثال عندنا ردة ولا أبا بكر لها، ردة يقال قضية ولا أبا حسن لها، لأن أبا الحسن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كان معروفا بالقضايا أي بالقضاء، وردة ولا أبا بكر لها، فكان أبو بكر رجل تلك المرحلة رضي الله عنه وأرضاه. فعندما عينه كبار الصحابة ولم يعينوه من فراغ، أبو بكر لم ينزل من السماء، أبو بكر عرفته الأمة الإسلامية منذ أول يوم في الإسلام، أبو بكر رضي الله عنه كان أول من اعتنق الإسلام، كان أول من أعطى وأنفق وتصدق ودافع وخاطر بنفسه في سبيل الأمة، فلذلك لم تجد الأمة أفضل منه، بل إن الصحابة كانوا قد انتقلوا إشارة ذكية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما مرض مرضا شديدا عليه الصلاة والسلام في المرض الذي مات منه، فقال له انظروا أبا بكر أن يصطفي للناس. فقالت عائشة يا رسول الله تعرف أن أبي رجل رحيم، يعني في قلبه رقة وشديد البكاء من خشية الله، هذه ليست شهيان. بعض الناس يقولون إن الرجل عندما يبكي أو عندما يتضرع إلى الله أو عندما لا يركب سيارة الحكومة أو عندما، هذه شكليات لا تؤثر، هذه أمور تعطيك الدلالة القصوى على حقيقة الرجال. أبو بكر رضي الله عنه رجل رحيم، نعم، وما أحوج الحكام والوزراء إلى تلك الرحمة، ما أحوج كل مسؤول إلى أن تكون في قلبه الرحمة التي يجد من خلالها دموعا تنهضر من عينيه عندما يرى مناظر البؤس، وعندما يرى الفقر، وعندما يرى الأرامل، وعندما يرى الأيتام. تذكرت موقفا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عندما كان في المدينة كان همه الفقراء، إذا أردت الخلاصة فأبو بكر رضي الله عنه رأى أن أكبر مشكل يجب أن يحله حتى قبل أن يكون خليفة هو المشكل الاجتماعي، القضاء على الفقر ومحاربة الهشاشة والضعف في المجتمع. وكانت بعض العجائز في المدينة من استشهد رجالهن في بعض الغزوات، بعض الأرامل والعجائز كان يحرص على أن يأتي بنفسه رضي الله عنه ويدخل بيوت هؤلاء العجائز ويعجن لهن عجينهن. إشارة ليست مسألة شكلية، كان يحرص على أن يعجن العجين للعجائز، بل إنه كان يحرص على أن يقوم ببعض الأشغال المنزلية
قد لا يفعلها في بيته لكنه يفعلها في بيوت الأرامل والعجائز. فكان يذهب لبعض العجائز يحلب لهن شياب، وشاءت الأقدار أن يصير خليفة. وبعد أن صار خليفة ظنت هؤلاء العجائز أن أبا بكر قد صار خليفة، لم يعد أبو بكر أو أبا بكر الصديق، وإنما صار خليفة رسول الله اللقب الكبير. فظنت هؤلاء النسوة أن هذا الأمر قد انتهى ولن يعود إليهن أبو بكر. فإذا به بعد أيام من توليته يرجع إلى الأحياء الهامشية الفقيرة، ويذهب إلى إحدى العجائز التي كان يأتيها قصدا، وكان ينفق عليها ويحلب لها شاتها. فإذا به يطرق باب المرأة العجوز وتخرج له بنت صغيرة. هذه البنت لم تكن تعرف شيئا، كانت لا تزال صغيرة، لكنها كانت قد احتالت على رؤية أبي بكر الصديق. فقالت لها أمها: من الطارق يا بنت؟ قالت لها: إنه حالب الشاة يا أمها. حالب الشاة هكذا تعرفه الطفلة الصغيرة، لم تعرفه بأبي بكر الصديق، ولا عرفته بخليفة رسول الله، ولا عرفته بصاحب الفضل والسعة كما سماه القرآن، عرفته بالذي يحلب الشاة. فقالت: حالب الشاة يا أمها. فإذا بالمرأة تخرج لترى من حالب الشاة، ففتحت فوجدت أبا بكر أتى ليقوم بعادته بأن يحلب لها شاتها. فقالت لها: ويحك، إنه خليفة رسول الله. فأطلق أبو بكر رضي الله عنه وكأنه أراد أن يقول لتلك المرأة: إن هذا اللقب عندي أفضل من أي لقب، أن يكون الإنسان، أن يكون الوزير أو المسؤول خادما لأمته، أن يكون يشعر باستمتاع، يشعر الإنسان بالمتعة عندما يقوم بخدمة المستضعفين والفقراء. وهذا أمر حقيقي أيها الإخوة. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه إذن كان هذا الرجل. ولذلك عندما وقف أمام الملأ واختاره الناس خليفة وقالوا: لن نرضى إلا بأبي بكر خليفة، ووقع ما يشبه الإجماع. لا تنتظر أن يقع الإجماع بنسبة 100%. رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، وكان لديه معارضون من المنافقين ومن اليهود ومن المشركين ومن كل هؤلاء، لا تنتظر الإجماع في أي عصر من العصور على أي شخص من الأشخاص. فأبو بكر الصديق عندما اقترضته الأمة خليفة ماذا قال رضي الله عنه؟ وقف أمام الملأ ولعلي أراه وهو يطلق قليلا، لأنه يرى نفسه في منصب لم يكن يريد أن يرى نفسه فيه، ولم يكن يريد أن يكون واليا، وهو الذي لم يطلب حتى ولاية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أعلم أن أبا بكر سأل ولاية ولا سأل مسؤولية ولا أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. كان خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان وزيره ومستشاره، ولكنه لم يبحث عن الألقاب أبدا، ولا كان يأخذ على ذلك أجرة، كان معروفا بتجارته الرابحة رضي الله عنه وأرضاه. فإذا به يجد نفسه قد أسندت إليه هذه المسؤولية. هل يقول الأمانة؟ هل يقولنا في بعض الأحيان يكون الأخذ بالمسؤولية واجبا ولا يجوز أن يتهرب الناس من المسؤوليات؟ بعض الناس يتهربون، يقول: أنا لست في حاجة إلى المنصب ولست في كذا ولست. لكن عندما لا يكون في الأمة من يصلح للمنصب إلا أنت، فإنه يجب عليك أن تأخذ. ولذلك في مرة من المرات تردد أبو بكر الصديق ودخل بيته وحزن حزنا شديدا بعد أن صار خليفة، فجاء عمر رضي الله عنه وقال له: أبو بكر، لو تركتموني من شأنكم، أي كأنه يريد أن يطلب الإعفاء. فقال له عمر الحكيم رضي الله عنه: والله ما نقيلك ولا نستقيلك، أي لا نقبل بك بديلا ولا نقبل أن تتغير، لأنك الرجل في هذه المرحلة ولأنك الذي يصلح للأمة في هذه المرحلة. فماذا قال لي أبو بكر الصديق عندما ولي على المسلمين، عندما ولي مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيادة هذه الأمة؟ انظروا إلى العبارات الجميلة: أخرتها من أجل
الذهبية. إني وليت فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعل كما يقال في النعم. وليت لم يكن توليت عليكم أو رشحت نفسي لتختاروني أو قد انتخبتموني بعد أن رشحت نفسي. يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. جيد، لكن أبا بكر لم يقل اجعلني، ما سألها كما ذكرت سابقا لربه عز وجل، لا في سر ولا في علانية، وإنما وجد نفسه قد ألقي به في هذه المرحلة، فإذا به يقول إني وليت عليكم ولست بخيركم. لست، لاحظوا التواضع، لست بخيركم، أي ليست لي مزية عليكم، وهذا من باب التواضع. وإلا فلك يا أبا بكر الصديق لك من المزايا ما لم يكن لغيرك في هذه الأمة، أنت خير من فعلا يا أبا بكر الصديق، ولكنه من باب التواضع يريد أن يعلم الزعماء، يريد أن يعلم الوزراء أنك إذا صرت وزيرا ليس معنى ذلك أن تشمخ بأنفك على الناس، وليس معنى ذلك أن تترفع على الناس، وإنما يجب أن تتواضع، ومن تواضع لله رفعه، ومن ترفع أيضا على الخلق وضعه، وضعه الله عز وجل، فقال لهم إني وليت عليكم ولست بخيركم، إن أحسنتم فأعينوني. هذه هي العلاقة بين الحكومة وبين الشعب، بين الأمة. يجب أن نتعلم من أبي بكر الصديق، لا ننتقد من أجل الانتقاد. بعض الناس يبنون مواقفهم على المعارضة من أول يوم قبل أن يروا شيئا من الحاجة، فإذا بهم يعارضون، لأن المعارضة عندهم من أجل المعارضة. هذا خطأ في نظر أبي بكر الصديق. قال إن أحسنتم فأعينوني، أي عندما يقوم الحاكم بأعمال جديدة، بأعمال جيدة، عندما نراه مقبلا على عمله يجتهد، مسؤول مثلا أعطيت له وزارة التعليم، فإذا به يجتهد في تطوير المناهج، ويجتهد في تطوير التدريس، ويجتهد في القضاء على الخروقات التي في هذا المجال، ويحاول قدر الإمكان توعية الأمة، ويحاول أن يصلح قدر المستطاع، ولا يبذر ولا ينفق المال فيما لا فائدة فيه، لماذا لا نقول له كلمة شكر؟ لماذا لا نمدحه؟ الله عز وجل قال في الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال بعض المفسرين معناه أن من أحب أن يحمد بما فعل فلا بأس، لا بأس، إن أحسنوا فأعينوك. هذا هو التشجيع الذي يحتاج إليه الحاكم، أو يحتاج إليه الوزير، أو يحتاج إليه أي مسؤول في أي مسؤولية، إذا أحسن لتكن لنا الشجاعة لنقول له إنك أحسنت. وأهم شيء يساعد المسؤول في مسؤولية أن تقف الأمة معه وأن تقول له لقد أحسنت فيها، لكن لا تقول له أحسنت على بياض كما يقال، وإنما تقول له أحسنت إذا أحسن، لكن إذا أساء فإنها تقول له لقد أسأت. ماذا قال أبو بكر الصديق؟ قال إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. لا يرفع نفسه عن مستوى النقد ولا عن مستوى الكلام، لكن الكلام الموزون المعقول، أن تتحدث إلى وزير أو إلى برلماني أو مسؤول لتقول له يا فلان لقد أخطأت في كذا وكذا ولكن بأدب، أو تقول له إن الواجب في كذا هكذا، الدين النصيحة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي العلاقة المتميزة التي ربطت بين أبي بكر وبين أمته رضي الله عنه وأرضاه. إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. ثم يشير إلى مسألة رئيسة في الحكم، يجب أن يكون كل رئيس حكومة على بينة منها، وكل وزير يجب أن يكون على بينة منها. قال رضي الله عنه وأرضاه: ألا وإن الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، ألا وإن القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. كلمة تكتب والله بماء الذهب. الضعيف فيكم بدأ بالضعيف، الضعيف فيكم قوي. أنا أقول لكم إنه كان خليفة الضعفاء، كان محب الضعفاء والفقراء والأرامل والأسرى.
أبو بكر يمثل هذه المقولة عندما يقول: ألا وإن الضعيف فيكم قوي حتى تأخذ الحق له، أي أنتصر له. وما أحوج أمتنا اليوم إلى إصلاح في مجال العدل والقضاء، ما أحوجنا إلى رجال أقوياء يأخذون بمقولة أبي بكر ويقولون إن الضعيف عندنا قوي حتى نأخذ الحق له. كم من ضعفاء ضاعت مصالحهم في أضراج المحال، كم الآلاف، عشرات الآلاف من الضعفاء الذين ضاعت حقوقهم وضاعت أراضيهم وضاعت ممتلكاتهم لأنهم لا يجدون ما يدفعون. عندما يكسر القضاء في أمة فعليه السلام، وعندما يصلح العدل والقضاء في أمة فانتظر منها كل خير. لذلك أبو بكر قال رضي الله عنه هذه المقولة الجميلة جدا: ألا وإن الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق عنه. وألا وإن القوي فيكم، أي من يتصور أنه قوي بماله، ومن يتصور أنه عزيز بأولاده أو قوي بجاهه ومنصبه، كان أبو بكر يرى أن هذا يجب أن يخضع للقانون ويجب أن يرضى لما ارتضته الأمة من دستور ومن قانون ومن شريعة. ألا وإن القوي فيكم ضعيف عندي. أنا أتخيل الصحابة وهم يستمعون إلى هذه الخطبة، لا شك أن الذين كانوا في نفوسهم شيء من العظمة، لا شك أنهم كانوا يرتجفون، أو في نفوسهم شيء من البر. بعض المنافقين الذين كانوا يعيشون وسط المجتمع الإسلامي، لا شك أنهم عندما سمعوا هذا الخطاب، وخاصة عندما علموا أن أبا بكر ليس رجلا طوالا، ليس رجلا فقط يخطب ويتكلم، وإنما إذا قال فعل. كيف وهو الذي عندما أخبر عن إسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشككين والمشركين قال: إن كان قال فقد صدق. أبو بكر لم يكن يعرف إلا القول والفعل، فإذا قال فعل، وكانت الأمة تعلم ذلك. وفعلا لم يتردد أبو بكر الصديق رضي الله عنه في شيء من ذلك، حتى إنه مرة وضع نفسه في موقف حرج أمام القانون وهو الشريعة، وأمام امرأة وليست امرأة عادية وإنما امرأة عزيزة جدا، هي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقع رضي الله عنه بعد توليته بأيام، اختبر اختبارا شديدا، ووقع سوء تفاهم بينه وبين فاطمة والعباس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك قطعة أرض تستلم فلاحية، وكانت فاطمة تأخذ شيئا منها رضي الله عنها وأرضاها. وعندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة تسأل، قالت: أعطنا حظنا في إرثنا في هذه القطعة. أبو بكر لم يكن يريد الاستيلاء على هذه القطعة، ما كان محتاجا إلى أرض ولا محتاجا إلى ممتلكات، ولكنه وجد نفسه بين أن يلبي طلب فاطمة رضي الله عنها وبين أن يطلب القانون الذي يحفظه. قال لها رضي الله عنه: يا فاطمة، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورا ما تركناه سبق، فكيف أفعل؟ أعطيك هذا وأخالف القانون حتى لا أفضلك، أو أغضبك وأضل القانون الذي أؤمن به وهو الشريعة الإسلامية؟ وتدخل بعض الصحابة، لكن أبا بكر رضي الله عنه بقدر ما كان مشفقا على فاطمة رضي الله عنها، وبقدر ما كان يريد أن يفهمها حقيقة الأمر، وبقدر ما كان يريد أن لا يغضبها، وبقدر ما كان يدرك مكانتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان يدرك أن القانون الذي يؤمن به والشريعة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولى بالاتباع، وفعلا طبق القانون الذي هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاول أن يرضي فاطمة رضي الله عنها، وقد رضيت. وقد رضيت لأنها تفهمت الموقف رضي الله عنه وأرضاه، وتفهمه زوجها علي أيضا والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. هؤلاء من الرجال، أترون كيف عاش خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف استحق أن يكون أول خليفة للرسول عليه الصلاة والسلام؟ ألا إن الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، ألا وإن
ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه. ثم ختم خطبته فقال: أطيعوني ما أطعت الله فيه، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. كلمة جميلة جدا أيضا، أطيعوني ما أطعت الله فيه، أي عندي برنامج. أبو بكر يريد أن يقول في معنى كلامه: عندي برنامج، دستور هو القرآن وهو السنة. لا يقبل عندنا في الإسلام شيء يخالف دستورنا الأول وهو القرآن الكريم وسنة رسولنا العظيم عليه الصلاة والسلام. وليكن مواثيق دولية أو أي شيء، نحن عندنا أول ما آمنا به وما سنحاسب عليه في قبورنا ما كتابه. فتقول كتابي القرآن، الله ربي، ديني الإسلام، محمد نبينا الإمام، قبلتنا الكعبة والقرآن دليلنا. ثبتنا يا رحمن، هذا هو دين وهذا هو القرآن. فأبو بكر رضي الله عنه يضع البرنامج الحكومي أمام الأمة فيقول لهم: لن آتيكم بجديد ولن أخالف شرع الله. وهو الذي كان يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا كنت في كتاب الله ألا أعلم. فلذلك قال لهم: أطيعوني ليس مجانا وإنما ما أطعت الله فيه. ما ظرفية مصدرية، أي مدة طاعتي لله فيه، أي ما دمت أحكمكم بدستوركم وقرآنكم وسنة نبيكم فلي عليكم حق الطاعة. فإذا خرجت عن هذه السكة فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. وانتهى أبو بكر رضي الله عنه خطبة موجزة بكلمات لو حاولنا أن نفسرها بقوانين الدنيا والآخرة لا فعلنا، ولكن هذا ما يسمح به الوقت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فادعوه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب، بالطوب لا اله الا هو اليه المصير، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، الرحمه المهدى والنعمه المسدى والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فايها الاخوه، جرنا الوقت في الحديث عن ابي بكر الصديق، وهو اهل ان ياخذ من وقتنا 5 دقائق إذا أضفناها على هذه الخطبة. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة ولعلها ساعة إجابة، نسأل الله تعالى أن يردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم أحي فينا كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار، ونسألك اللهم أن تترضى خاصة على خليفة رسولك أبي بكر الصديق رضي الله عنه، اللهم أبلغه محبتنا يا رب العالمين، اللهم اجمعنا به في جنات الخلد يا أرحم الراحمين، اللهم كما أسس للعدل وكما أسس للحق في هذه الأمة وكما أسس لحقوق المظلومين والمقهورين والأيتام والأرامل، نسألك اللهم أن ترفعه بذلك درجات، اللهم ارفعه بذلك درجات، واجمعنا معه في جنة الخلد برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، له ولخليفته عمر ولخليفته عثمان ولخليفته علي ولكل أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم ارض عنهم جميعا يا رب العالمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم جنب هذا البلد الآمن الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفق أمير المؤمنين لما تحبه وترضاه، أهل الحق حقا وارزقه اتباعه، وأهل الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، اللهم هيئه بطانة صالحة تقوم بناصيته وتعينه لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه خير الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. بعض الإخوة يرجون منكم الدعاء لذويه بشفاء الأمراض وبقضاء الحاجات وبالهداية، اللهم اهد الظالمين من المسلمين، اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم أنزل علينا بركاتك من السماء وأخرج لنا بركاتك من الأرض واسقنا الله
لتحيي به بلدة ميتة وتسقيه مما خلقت أنعاماً وأنسية كثيرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين.